أول كلمة نطقتها وأحلى كلمة رددتها، لكن اسمحوا لي قبل أن أنطلق أنا وإياكم أن أقدم كلمات شكر وعرفان إلى أمهاتنا. أمي أنت التي أدين لها بالفضل باب الله تبارك وتعالى، ولن ننسوا سحر الليالي وتعب الأيام. أماه كم دفعت من عدلنا وكم ضحيت في سبيلنا، لقد تحملت همومنا وسعيت عن سبيلنا. أشكر الله ثم أشكركم يا أمه، جزاك الله عني خير الجزاء. فيا صاحبة الفخر ويا صاحبة السعادة القلب الرحيم، محالا أسفي هذا الحنان وهذا الرحمة. إليك أيتها الجوهرة القالية يا صاحب النبع السافي، التي مسحت دمعتي وسقتني بيدها لمن جعلت صدرها مسكلي أبدا. إليك هذا التقدير وأقول جزاك الله عني خير الجزاء. أماه الأم أيتها الكرام، أماه خذي من صحتي ولا تمرضي، خذي من راحتي ولا تتعبي، خذي من بسمتي ولا تبكي. الأم أيتها الكرام، لو كان عمرك بيدي لزدت، لو كان لي قوة لرفعتك إلى أنام السماء. والله يا أمي، والله يا أمه، الأمة أجمله، أماه ما أجمل ابتسامتك، أماه ما أروى تربيتك، أماه أنت عبير الجنة وريئها، أماه أنت زهرة نبتت في الوادي، أماه أنت شمعة أداع الدنيا بالخير والبركة، أماه أنت كلمة في الكتاب وأنت معناه محتوى. يا قمرا أنان دربي، أماه يا نجمة تملعي في السماء، يا لولوح البحر، يا ورد نشر الطيبة في الأفق الأخمام. أماه من قلبي أنطق الكلمات وفي عيني آلاف العبارات، أماه من قلبي أنطق الكلمات وفي عيني آلاف